اليوم غزالتي اللي غنشارك معكم وصفه من اروع الوصفات اللي مجربه مني شخصيا. هذه الوصفه جربتها انا شخصيا وما نقدرش نستغنى عليها في انبات الشعر البنات. الناس اللي كتعاني من الثعلبه او التونيا، فراغات في مقدمه الراس، الا كنتي كذلك كتعاني حتى من التساقط، هذه الوصفه من اروع الوصفات المجربه، وصفه ناجحه بامتياز. جربيها ورجعي ردي عليا الخبر. الا عندك حتى الزغبه باته او الشعره عندك ميته ما كتشوفيش فيها الحياه، هاد الوصفه هذه ممتازه. كذلك ممكن يستعملوها الرجال، النساء، الاطفال الصغار، الرجال اللي كتكون عندهم التونيا في اللحيه ديالتهم او في الضحك ديالهم، ممتازه ليهم. خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم الغزالات ديالي غنشارك معكم وصفه من اروع الوصفات اللي جربت في انبات الشعر، كتنبت لكم الشعر من جدر. الى عندكم التونيا، فراغات في مقدمه الراس، الى عندك التساقط، جربي هذه الوصفه ورجعي ردي عليا الخبر. بالنسبه للوصفه رائعه بامتياز. بنتي انا شخصيا جاتها التونيا. تصوروا انا كنعطي الوصفات وكنتهلا في شعر بنتي وكندير لها روتينات اسبوعيه وجاتها التونيا، جاتها التونيا في الشعر ديالها. وفعلا البنات هذه الوصفه هذه عتقاتني، الحمد لله، اللهم لك الحمد، درتها لبنتي. وبحال كنت كنكذب، هي واحد البوماده من الصيدليه، واخا البوماده ما درتش منها بزاف، وانما هذه الوصفه هذه اش غنقول لكم، بحال السحر. من ثالث استعمال غتنبت لكم الشعر ديالكم، وقلت ضروري ما نشاركها مع البنات خصوصا في فصل الخريف كيجينا تساقط الشعر، وهذه الوصفه هذه ما نقدرش نستغنى عليها نهائيا. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الوصفه وخليكم معايا لنهايه الفيديو باش غنشرح لكم طريقه الاستعمال ونشارك معكم حتى البوماد. ومرحبا بكم عندي. بالنسبه لاول مكون عندنا زريعه البصله اللي كتكون على هذا الشكل، هذا كتشبه الحبه السوداء ولكن مختلفه على من ناحيه ديال الشكل ديالها، كتنبت بطريقه اسرع من البصله العاديه. بزاف الناس كياخذوا البصله العاديه وكيحكوها وكيستعملوها، ولكن انا راني جربت الطرق بجوج البنات، لقيت زريعه البصله كتكون النتيجه ديالتها اسرع. كناخذوا واحد 3 المعالق كبار ديال زريعه البصله، راه كتعطي التغذيه السليمه للبصيلات ديال الراس، كتعالج العدوى والفطريات اللي كتكون في الراس، كتمنع التساقط، كتقوي الشعر، كتعطيه واحد اللمعان، هي من افضل العلاج لتساقط الشعر، كتعالج حتى الصلع وكتمنع التقسم ديال الاطراف ديال الشعر ديالك في النهايه ديالته. من بعد ما طحنتها مزيان كطحنوها مولينيكس صافي، كتاخذوا واحد الكاسرونه وكتضيفوا ليها داك المطحون ديال زريعه البصله. المهم، والمكون الثاني اللي غنشارك معاكم اللي كانت عندي مع واحد تجربه رائعه، اللي هو الزنجبيل طري. غتاخذوا الزنجبيل غتشدوه غتخليوه بالقشره ديالته وغتحكوه. كانت عندي مع واحد تجربه رائعه في انبات الشعر خصوصا من الامام، واللي عنده امراض جلديه ممتاز ليهم. صافي الغزالات ديالي غتاخذوه غتحكوه في الحكاكه. الزنجبيل راه كيدور الدوره الدمويه فروه الراس، كينبت الشعر، كيمنع التساقط، مفيد بزاف لعلاج مشاكل الشعر بحال الثعلبه، كيقوي الجذور، الى عندك حتى التهابات فروه الراس كيحفز البصيلات على النمو ديال الشعر. خديه حكيه بلا ما تقشريه بلا حتى شي حاجه، غير حكيه في الحكاكه صافي، وغضيفيه على هذيك الزريعه ديال البصله. واللي كيعجبني في هذه الوصفه هذه انها ما فيهاش ريحه البصله نهائيا، هذه هي باش كتعجبني. صافي غتاخذوا داك محكوك ديال الزنجبيل، راه خديت غير 2 درهم ديال الزنجبيل و2 درهم ديال زريعه البصله من عند العطار. المهم، وغنضيفوا عليهم واحد 3 الريوس ديال الثومه بالقشره ديالتها. كاينين الناس اللي كيحكوا الثومه، ويني انا كتجيني الريحه قويه، انا كنقسمها غير على 4 ولا على 5 هكا بالقشره ديالتها، وكنضيفها للمكونات. الثومه راه كيعزز تدفق الدم لفروه الراس، كينبت الشعر، تيقوي البصيله، كيمنع التساقط، وكيعالج القشره اللي كتكون في فروه الراس، وكيطول وكيكثف الشعر لانه غني بنسبه عاليه من المعادن والكبريت. ممتاز للثوم. بالنسبه لهاد المكونات راه من اروع المكونات لانبات الشعر. ها انتم انا غنوريكم الوصفه اللي عندي اللي كندير لبنتي، والحمد لله اللهم لك الحمد. شوفوا ها هي الوصفه، راه عندو هكاك، وغنشاركها معاكم باش حتى نتوما الا عندكم شي تساقط ولا عندكم شي فراغات ديروا الوصفه، فهي ممتازه البنات. غديروه غترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين. انا الحمد لله نقدات لي الشعر ديال بنتي، وانا حاليا راه كنديرها للشعر ديالي رائعه بامتياز. غنضيفوا ليها تقريبا واحد الكاس يكون كبير ديال زيت الزيتون او نصيطرو ديال زيت الزيتون، اللي كيساعد في ايقاف التساقط ديال الشعر، وكيحفز نمو الشعر، كيقوي الجذور،
وفي نفس الوقت كيرطب الشعر الجاف، وهو مضاد للالتهابات في واحد نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة اللي كتقوي الجلدة. فهاد الوقيته هادي أنا راني دايرة الماء كيغلى في الكاسرونه، وغنضيف ديك الكاسرونه يعني بحال غندير حمام مريم. ما ديروش الزيت نيشان منها البوطه، لا كديروها في هاد الماء هكا وكتخليوه حتى كيغلى. في نفس الوقت كيحيدوا الاملاح اللي كتكون عندنا في زيت الزيتون، كيتبخروا دوك الاملاح، وفي نفس الوقت المكونات كيطلعوا لنا في الزيت، الفوائد ديالها كلها كتطلع في الزيت. هاد الوصفه الا جربتوها ما غتبقاوش تستغنوا عليها نهائيا. الى عندكم التونيا كتنبت الشعر البنات من الجدر، راه ملي كنقول لكم كتنبت راه هادشي شفتو بعينيا، وجربتها على شعر بنتي والحمد لله اللهم لك الحمد، رايت واحد الاستحسان رائع. بالنسبه لزريعه البصله راه غطلع لكم واحد الكحوله في الزيت، وانما نتوما راه غديروها في الفروه ديال الراس ديالكم. بالنسبه للبنات اللي كيكونوا صابغين شعرهم بالاشقر او اللي دايرين لاماش، ما تخافوش راه انا دايره لاماش، كنديرها غير في الفروه ديال الراس ديالي، كندير القطن وكنديرها في الفروه ديال الراس، في الجلده ديال الراس. من بعد ما كيبدا يغلى معانا، كتبدا يغلى معانا الزيت وكيطلق المكونات، انتما انا غنوريكم كيفاش كيبدا يغلى، غتخليوه حتى يغلى، نقصوا البوطه وخليوه حتى يغلى مزيان باش دوك المكونات تطلع. شوفوا الزيت كيفاش ولا كيبقى معانا كيف كنقولوا. المهم صافي، من بعد غنحيدها وغنخلي الزويته حتى كتبرد. ملي كتبرد هاد الزيت هادي راش غنقول لكم، من اروع الوصفات البنات، كنقولها وكناكدها، من اروع الوصفات المجربه مني شخصيا، انا كندرتها ولقيت عليها واحد النتيجه رائعه، جربوها هي هاد الوصفه هادي. حاليا هاد الوصفه من اروع الوصفات البنات، ما صدقتش النتائج ديالها. غناخذ واحد القرعه تكون ديال الزاج وتكون مغسوله مزيان، اي قرعه عندكم خاويه ديال مطيشات الحك، اي قرعه غسلوها مزيان وضيفوا ليها الوصفه بكل شيء يعني الزيت وبالمكونات صافي، وغتغطيوها بابي الومنيوم وغتحتفظوا بها في واحد المكان اللي غيكون مظلم، خليوها غير ليله كامله غير بين ما هبطت دوك المكونات القاع ديال القرعه، باش هكا غتبداو تاخذوا غير الزويته من الفوق وتستعملوا. بالنسبه لطريقه استعمال الوصفه غنخليها لكم في نهايه الفيديو مع الشرح، وغنشارك معكم البوماده اللي درت مع هذه الوصفه، مع انه البنات هذه الوصفه فهي كافيه غير البنات اللي ما كيبغيوش يديروا الوصفات، اولا عندك راجلك في التونيا في في, في سميتو في اللحيه ديالته ما كيبغيش يدير لك الوصفات، خدي لي هذه البوماده، غير هي هذه الوصفه راه كافيه بلا ما تحتاجي تاخذي البوماده. الا كانت عندك التونيا اولا عندك الثعلبه اولا فراغات في مقدمه الراس، ديري هاد الوصفه وغترجعي تشكرين وترحمي لي الوالدين. انا داكشي اللي بقى لي في كاسرونه غنضيفو على الوصفه اللي عندي الاولى، وهكا غنحتفظ بهم وغنحتفظ فيهم في البلاكار، وغديريها مره حتى لجوج مرات في الاسبوع. خليكي معايا نهايه الفيديو غنشرح لك، وما تنسينيش من لي لايك ديالك وبارطاج الفيديو دابا حبيبتي، هبطي خلي لخصك شي تعليق يكون زوين وواحد اللايك وبارطاج الفيديو، باش هكا كتعم الفائده والناس حتى هي تستافد ان شاء الله بهاد الوصفه هذه، وترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين، والاجر طبعا غيكون ليا وليكم ماشي غير ليا بوحدي. المهم الغزالات ديالي ودير لهم شي بابي الومنيوم باش ما يدخلهمش الضوء. الغزالات ديالي بالنسبه للوصفه كتخليوها ليله كامله في شي بلاكار هكا عندكم في الحمام. بالنسبه لطريقه الاستعمال كتاخذوا منها واحد شويه كدفيو واحد جوج معالق هكا يكونوا كبار من الزويته، لان كلشي كيهبط لتحت كيبقى في القاع، كتاخذوا من الزويته من الفوق واحد جوج معالق كديرهم في الطبيصيل وكتدفيوهم وكديري واحد القطنه وكتشقي بهم فروه الراس ديالك، ماشي كديري على الشعر، كديري على الفروه ديال الراس صافي، وكديري واحد كيس بلاستيكي وكتخليه ساعه المكانه وكتمشي تغسلي شعرك. الا كنتي غتمشي للحمام ديريها وسيري للحمام، كنتي غتغسلي في الدار ديريها وخلي واحد ساعه المكانه 60 دقيقه ودخلي غسلي شعرك. بالنسبه للوصفه كديرها جوج مرات في الاسبوع، مره حتى لجوج مرات، انا بعض المرات كنديرها مره بعض المرات كنديرها جوج مرات على حسب، المهم انت اللي بغيتي ديريها من مره حتى لجوج مرات في الاسبوع. هاد الوصفه هذه معجزه في انبات الشعر، ما نقدرش نستغنى على هاد الوصفه. بالنسبه للبوماد اللي استعملت لها مع هاد الوصفه ها هي سميتها غريزيو، دايره 12 درهم، ها نتوما سكرينيوها البنات، ها هي سكرينيوها دايره 12 درهم هاد البوماده هذه زوينه، ولاني ما درتهاش لها بزاف، درت لها شي جوج مرات. الوصفه اللي عطاتني ها نتوما بقى عامره، شو الوصفه البنات الوصفه اش غنقول لكم، عطاتني البنات راح رحماتني، عرفتي انا راه فاش شفتها في شعر بنتي تخلعت، ها نتوما شعر بنتي فاش شفتها فيها شوفوا كيفاش داير، كتصوروا انني كنمشط لها بحال اليوم ما فيها حتى شي حاجه، الغد ملي كنمشط لها شعرها غدا المدرسه كنمشط لها شعرها، عرفتي حتى شفتها راه بحال صرفعتيها معايا،
تصوروا انا كنعطي الوصفات وكندير الوصفات لبنتي وكنعتني بشعر بنتي وكندير لها روتين اسبوعي وما نعاودش لكم حتى تجيها التونيا عرفتي انا راه ما تقبلتهاش نط كنجري صوبت هاد الوصفه وهكاك وما هنانيش خاطري ومشيت خديت هاد البوماده مع انه هاد الوصفه راه هي كافيه البنات غتنبت لكم الشعر من جدر غديروها وترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين لان مكوناتها كلها فعاله في انبات الشعر. ممغزله ديالي غتكون هذه هي نهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا من جيم وبارطاج الفيديو باش هكا كتعم الفائده وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده ومع السلامه وبوسه كبيره ليكم.